يا الله يا رب دعاك دعاك يا شيخ سلام تمام نعم بدك انا عاوزها يا ميسر حبيبي بس السجارة بس بتاعت عدم السجارة الله يبارك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون الله أكبر لو أنزلنا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خ
خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله هو الله عالم الغيب والشهادة عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم هو الله هو الله هو الله هو الله الذي لا السلام المؤمن المهيمن الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر
سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وهو العزيز الحكيم هو الله هو الله هو الله هو الله لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وهو العزيز
الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي الدين لكم دينكم ولي الدين عليك يا مولانا
الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق الله العظيم الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم مثل لقلبك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تمور تكورت شمس النهار وأحضرت حرا على رأس العباد تفور وإذا الجبال تقلعت بأصولها ورأيتها مثل السحاب تسير وإذا العشار تعطلت عن أهلها خلت الديار فما بها مغرور وإذا النجوم تساخطت وتنسرت وتبدلت بعد الضياء قدور وإذا الوحوش إلى القيامة أحضرت فتقول الأملاك أين نسير فتقول سيروا تشهدون فضائحا وعجائبا لم أحضرت وأمور وإذا الجنين أمه متعلقا خوف الحساب وقلبه مذعور هذا بلا ذنب يخاف لهوله فكيف المقيم على الذنوب ظهور تلاوة قرآنية مباركة تلاها على مسامع حضراتكم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الناصر حرك القارب اتحاد الإذاعة المصرية والتلفزيون العربي تطلب الإذاعة الصوتية و
والهندسة الكهربائية الكاشفة والفراشة بمخازن المتوكل على الله المعتز بالله دائما عاطف عز. عاطف عز واولاده المقيم بسيد ابو شعرة المحل الاول عن مدينة ومركز اشمون والتي شهدت له جمهورية مصر العربية. والشكر موصول للخدمة الفندقية المتميزة الممتازة الحاج عبد الحميد المنحول واولاده. والشكر موصول لبشمهندس محمود طعيمة ومنصور طعيمة والبشمهندس اسامة بسويلم الذين كل هذه الليلة القرآنية عبر شبكات الانترنت. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.